بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. حيسام حواء أبو ذيب الله ليكم قادر السلام كبتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذيب الله أنبوتا معنا برنامجنا حلقات الأثول الثلاثة ذيب الله واصلتو نا يوم أو نا إلا حلقة الله بإذن الله عز وجل لأدلة لسمعية والأدلة العقلية، لدليل لسمعي ولدليل لعقلي لأبو لآمرنا كم سرب خلقينا وكم سرب رزقينا يبان قل نواسلتو إن شاء الله. فالله سبحانه وتعالى تجانب رزق لسا لبلنا الله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. الله سبحانه وتعالى قمش سبهلل يخلقنا سبحانه وتعالى قل قايت خلقنا قل نعبدو قل نتوعو والإبعادة بأنواع لنايا بيننا بقلبنا وبجوارحنا بظاهرنا بباطننا تبلعنا تستاينا تزكابنا تهيابنا تكلأنا التأمتسالبات عاد التحكم لناينا التأمور لناينا التهداينا التحدقونا تميراسنا دي بلغ أبعد كائن الله سبحانه وتعالى النظام كامل متكامل شامل حتى لي فرط ديو الودا قلنا النظام اللي قلنا تتابعو النظام اللي أسوري قلنا يقيس النظام اللي قلنا شقعبو النظام اللي حنا قلنا أمتثلو النظام اللي حنا قلنا يطيعو النظام اللي حنا قلنا أستفيد منه النظام اللي حنا ندا أمرناه قلنا قدامنا قلنا أبو قلنا أولادنا قلنا أنسنا قلنا قوارينا قلنا حونا قلنا مسلمين دي بلغ الله هلو انجينا لقلقبا الله سبحانه وتعالى يعني يعني كمسل سؤال جواب للحد استفهام للحد كمسله لا 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 العقلنا قلنا اشقي وتروحتنا قلنا بطر ان مو ماسلاك الا من قبلك انتو ما ايكو كم من قبلك هوتو الا كهوت ماسلاك الا كهوت سمعت ماسلاك اللي بلكم سليه يعني أسئلة دي بقرآن دي بسنة بحيث هالليل لأدام نوسو ندبع ترى لجوابك اللي فتش ولا جواب عند الحد تقرآن ركبه لكن قلك مقافلة من هالليك انتبه لي بك يعني دقق لبلاك تنقق لبلاك بتعر لبلاك. فالسؤال اللي أفحسبتم أنما خلقناكم يعني يعني ساكت قمشين عبثا يعني تلهية وساكت خلقنا مثلكم هلا وديبنا يتعقبله قل تقبلوناته قل قايد خلقناكم وقل نسألكم تو من تربيكم قلني بلكم تو ومن تدينكم قلني وميت دينكم قلني بلكم تو من تربيكم قلني بلكم تو من ربيكم قل نسألكم تو ومن دينكم قل نسألكم تو ومن نبيكم قل نسألكم تو قل ما هو خلقكم هو رزقكم هو آمركم أن أنا خالقكم أنا ورزقكم بمال وبعيال وبعافية وبصحة وبعقل. أقول لكله أنا ساكت قمشي خلقكم قل قايد سنيت خلقكم وقل محمد عباي خلقكم إشان كده ساكت خلقكم يتأمسلو ومثل اللي حرمه يعني دي بيقل تقبلوتو ورب العالمين كم سنعوانا دي بيقل السألناتو وربنا أوروتو. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. لا آية إلا ما شاء الله تبارك الله دام تحق الرؤية تقرؤوا لا آية إلا يعني دي بسورة المؤمنين لهلت آيات سورة المؤمنين من أولى آخرة ما شاء الله تبارك الله القرآن كلكم ما لايق عليكم دواء وشفاء وأخبار وقصص وسيرة وأحكام ومعاملات وآداب وعبادات كل شيء بديبه ونهي وأمر كله دي بقول القرآن هلا وقول القرآن هيني حين
اللي اتبعنا من قبل واللي قرأنا من قبل واللي فهمنا من قبل واللي آمرنا من قبل الله سبحانه وتعالى بركات ودى دي بركات ودى قلنا ولا قاوية مهلينا كمان نركب دي بنقدر ومرادنا نركب قدر ورب العالمين حتى يفرط أديبه أول أرئينا قمشي خلقيناني دليل يكون خلقتنا يا رب العالمين قمش سبهلا يكون عبث يكو أقل قايت خلقينا أقل مهمت خلقينا وحقوها ما هي يعني ديبو قلنا قبلتو عشان كده هتوب إلى فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو يتوت الله سبحانه وتعالى لعالي لفوق كل الهلا لقادر لمهيمن لملك ملك الملوك وحق عادل عادل لبدي وحق ناير الله سبحانه وتعالى يتوت لا إله غيره إله لبون بليه معبود لبون بليه عبادات قلوت لتتصرف ولاد منوت لتحزي خير منوت لتتعلم عافيت منوت لتتحدي عبادات قلوت لتتصرف لأنه هتوت لرزق وهتوت لخلق لخلق ولا رزق ولا الأميت ولا الحي هتوت لقادر على كل شيء عشان كده انبليه من أورا يتطلب وانبليه يقول أورا يتهيب وانبليه لا شافع ولا درر ولا نافع واستقاست وبدعاء وباستعانت انبر بربي أورا بعدي تستعيني دي بأشياء لنايا عبادات دي بأشياء لنايا توكل لا دي برب العالمين لا تتحدي إنسان ممكن إنسان لا استعين دي بأ لا قدر يعني سنعة تدينك تي برد قدر هبنك تي برد قدر قلقك تي برد قدر حاجات بتحل لكن لا عبادات لا بديبة ولا ملوك ولا قدرة ولا خلق كله ولا رزق ولا موت ولا حياة كلنا يا رب العالمين تا عشان كده العبادات قل مبارك رب العالمين قل أوري تتوهب وقل أوري تتصرف وقل أوري تقبي لبل الله سبحانه وتعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الذي بسورة القيامة هلأ آيات برضو شرحها قلنا قل يعني قل بني آدم سؤال توجه آيات أيحسب الإنسان أن يترك سدى الإنسان يعني سدى بس كده قلنا إذا موت لما سنال نتخلق يعني أورا للسؤال اللي أبوه لأفعاله ولا أقواله اللي تلو بلو اللي تلو وديه يعني أورا للسؤال من أبوه كما مرادو ودي لا لحدا لبل لا لحدا ودي لا لحدا لفعل كم سار حدا للتهاقي قلنا إذا موت مسلو للسؤال اللي أبوه مسلو يعني الإنسان يلي تذكرنا نطفة على يفقد نطفة عن نطفة على نطفة لا ما يأناس مثل ما يسيت ها اللي كله ده قبع على حرب العالمين علاقات ودي شوية كبوب ديلا دم قبع كسقا قبع وعجموتات قبع ديبو كالعجم هيني سقالة بسيو وأدناي قبع ديبو وأسرار قبع ديبو وحيات كاين فسرت وديب أحسن صورة صوري رب العالمين وأحسن خلق خلقيو وحق اللي كله القدام يعني كلا وديو زوجين الذكر وأنثى أنس وتبعت ودم منه آدم الله سبحانه وتعالى من طين دخل قيو أور اللي دخل قا حرم النسمتو حواكم سال خلقا كأناس وسيط هوا قبو زوجين هوا قبو الحياة قلت أستمر دي أور قلي تبتر أو دي بكلا قلي تبتر ولاد لي موتى من قبل هاي لتولد ولا ميت ولا هاي لتولد بالله للتكاثر لا ملحفظ قلنا لتكاثر للدنيا استمر ولا ولاد استمر ولا حياة استمر الأمم لقد بينا العلت والعبيل قد بينا العلو يعني ميت لسنة لتعنيه 60 لتعنيه 70 لتعنيه يعني قدام ميت هلا شاب ان انت لي موتى وقوة ان انت لي موتى وبحيرة ان انت لي موتى لا شك شك ألبو يعني يقين تب إذن لا هيتك ألبو ديبا يعني كم سال الإنسان وقت معين كم سال معته نعبا كمان موش لك قبل والأقوات لنا تدعف والحيلة تنتهي والأبر وآخرته موتة عشان كده الله سبحانه وتعالى قال الإنسان للسؤال له أنت يعني نطفت عليك ونبهه
منا قبلات تقول لقنا قل انتبه انت بالمناسبة الا حيلات كيتر ايه ولا قوات كيتر ايه والفوجات كيتر ايه ولا روحات كيتر ايه يوم من الايام ترى نطفتي تعلقه وحرمة هيني يعني تابعين قل بالعكات ورا ما تقل تقباته وجعبال قل تقباته والعكات قل تقباته والاروحات قل تفقرته وعشان كده تذكر انه رب العالمين وقد خلق مش خلقه كاني من الا كان لام تيكا ومن عدم لام تيكا هذه ما قادرته وقل اسألك والله سبحانه وتعالى قادرته حقوما خلقيكا وحقوما نطفت اللو ديكا وحقوما زوجين وديكم قد تتوالدوا وتتهادوا وحقو إلا كل الله سبحانه وتعالى لأميتك إلا كل لو أدي قادرته قل حيا وقل ميت يعني الله سبحانه وتعالى من نطفت من دخل قيكا دم دقبك كشوي عدم قبي كالعدم اللي كمان سقلب بس كحقو جلد قبي ديو من العل كلا خلقت كلها تتكامل إلا كل لود رب العالمين وحقها كمان تبعته أنس هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قادرت على كل شيء والسلام عليكم ورحمة الله.